أصل رضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حوار خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصل ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف ايه ده؟ ايه الابتسامه الحلوه اللي انت فيها دي؟ خلينا النهارده بقى نسقف ونرحب ترحيب كبير قوي بطلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحه، سقفوا لنفسكم. المركز اللي انا بقعد مستني يجوا لي في اربعه شارع الشريف عشان اشوف احلى شهات واحلى لبس واحلى بنات واحلى تنظيم واحلى كل حاجه، فسقفوا لنفسكم كمان مره. بنات اسكندريه الحلوين المنورين، طب اول شو شفناه عملوا رقصه كده تالياني بيني الورا انديامو. طيب انتوا مش هتغيروا صح؟ هتقعدوا معايا بقيه الحلقه؟ يلا اتفضلوا هناك في مكانكم ونشوف تاني شو معانا. اول حاجه شفناها من ايه؟ تاني حاجه من ايه؟ من انهي بلد؟ الشو اللي جاي ده؟ مصري؟
موتزارت. اوكي، وشفنا اول حاجه ليها علاقه بايطاليا وحلو قوي. هشوف بقى دلوقتي حاجه ليها علاقه او الموسيقى اللي البنات هيعملوا عليها الشو، موسيقى للعبقري موتزارت. وبعديها فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع مركز شباب سموحه. هتخشوا بعدين المزيكا تخش ولا المزيكا الاول؟ طب خشوا. يا سلام، شوفوا سقفوا لهم، سقفوا لهم اللبس الحلو ده. بنات زي القمر ومن غير ميك اب، كله طبيعي، بنات اسكندريه الحلوين. يلا مزيكا.
احتفالهم جامد قوي 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 قوي. طيب مره تانية بفكر مشاهدينا معنا النهارده طلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحه بالاسكندريه، سقفوا لنفسكم. النهارده واضح ان مركز شباب سموحه بيلففنا العالم وبيورينا رقصات من دول مختلفه. اول حاجه شفناها كانت تلياني، بعد كده شفنا حاجه كلاسيك لموتسرت، بعد كده شفنا دلوقتي حاجه من اندي، من اي بلد؟ اسباني. خلاص وقف يا عيد، خلاص من اسبانيا صح كده. وايه اللبس الحلو ده؟ مش معقول. اخباركم ايه؟ مبسوطين؟ لا انا اللي مبسوط اكتر عشان انتوا معايا النهارده. ها نشوف بقى الشله بعد كده، هتقعدوا هناك على الرصيف. بصوا بقى البنات اللي هناك قاعدين حلوين ازاي، بصوا رجليهم قاعدين حلوين ازاي. انتوا هتقعدوا الناحيه دي بنفس الشكل. وروني بنات اسكندريه الشاطرين. ايوه سقفوا لهم. ايوه ايوه برافو برافو برافو. هنقفل نقعد كده اهو، هنقفل رجلينا كده. ايوه ايوه. طيب هنشوف بقى دلوقتي بنات اكبر هيعملوا محاكاه للالعاب الاولمبيه برقصات مختلفه. شو ان شاء الله هينول اعجاب حضراتكم. هم الاكبر سنا، كلهم بنات شابات لطاف جدا من اسكندريه. اتفضلوا الشباب بعد كده، اتفضلوا سقفوا لهم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين يا بنات اسكندريه، ماشيكوا على البحر غايه. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ لسه؟ قولوا لي ما تبقوا جاهزين، هتقعدوا ولا هتبقوا واقفين؟ ده لسه في ناس تانية. اوكي ده شكله شو قوي جدا، ما بنهزرش مركز شباب يعني ما بتهزروش. ها يلا يا بتوع سموحه، خلاص كل دول؟ شفت؟ انتوا كام واحدة في الشو ده؟ انت عندك كام سنة؟ في واحدة فيكم كانت بتدرب؟ انت اسمك ايه؟ زيداء. انت اللي مدربة البنات اللي هناك؟ بتساعدي في التدريب؟ انت عندك كام سنة؟ انا عندي 19. ما شاء الله 18 ولا 19؟ 19 شطورة. كنت عاملاه انا وهي. مين هي؟ اسمك ايه؟ تعالي اطلعي لقدام. جيداء وسلمى بقوا انتوا من زمان في المركز؟ وكنتوا بتقولي قبل كده؟ من وانتوا صغيرين؟ من وانتوا صغيرين؟ كبرتوا على ايدي، سقفوا لهم. بصوا بقى الجيل الجديد بنات زي الفل بصراحة. وشهادتي مجروحة في الحقيقة في مركز شباب سموحة، لأن هم عندهم حاجة مهمة قوي. ناس اوبن مايندد قوي، يعني متفتحين جدا، وفي نفس الوقت عندهم التزام، هقول التزام عسكري، ما بيهزروش، كل حاجة عندهم فيها انضباط غير عادي، عشان كده طالعين بالشكل ده. وهم بقى لهم سنين بيجوا معايا في كل محطة بروحها، بيبقوا معايا وكل شوية بيتقدموا أكتر بيتقدموا أكتر. واللي مفرحني وبشكر الإدارة على كده، إن المدربات صغيرين في السن و عاملين حاجات حلوة قوي. مش عارف أقول عليهم إيه بجد، حاجة حلوة قوي قوي، منبهر بيكم كلكم. سقفوا لهم، سقفوا نفسكم جامد بقى. يلا مزيكا.
برافو. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي؟ وايه اللبس الحلو ده؟ وايه البنات الحلوة دي؟ ازيكم؟ اسيبكم كده؟ اسيبكم كده شوية؟ بصوا انا هلاعبكم لعبة. انتوا اقفوا اكنكم تماثيل. انا لعبتها لكم مرة قبل كده. نشوف مين أقوى حد بالحملات دي. انتوا بنات أقوياء صح؟ ها؟ انت اللي عملتي الشقلباص؟ هي اللي انت لابساها دي حملات صح؟ لو عملت لك كده هتشوف اللي هيقول اي هيبقى خسر، اللي مش هيقول اي هيبقى كسب. جاهزه؟ جامده جامده. شاطره. ايه البنات الشاطره دي؟ اسمك ايه؟ سيلة. مين؟ سيلة. ايه ده دي ماسكة؟ واه ها وانتوا قاعدين كده على البحر مستنين مين؟ ازيكم؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ كويسين. ايه السؤال الحلو ده؟ طب اقفوا كلكم كده؟ تعالوا انتوا، تعالوا 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 جنبي، تعالوا اقفوا جنبي كلكم. تعرفوا تغنوا الاغنية اللي احنا كنا سامعينها؟ بص 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 هنا اهو. او اي او يلا يلا غنوها. ها يلا 3 2 1 او اي او برا برا بنت ايه برا برا بنت دي او اي او برا برا بنت صح كده. هو مين الناس اللي قاعده هناك دي؟ مامهاتكم؟ اه. في مامهات؟ أو المدرسات؟ ولا المسؤولين؟ طب مين دول؟ مين دول؟ طيبين ولا بيزعقوا؟ طيبين. حلوين؟
هو بتحبوهم قوي؟ اه مش بزعلكم خالص؟ اه طب انتوا ايه اللبس ده؟ انا عاجبني جدا بقى. انا بس عايز افكر مشاهدينا مره ثانيه. بص 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 عشان وشكم يبان عند امكن لنا اهو اهو. النهارده معانا طلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحه من اسكندريه. عشان في ناس ممكن اول ما يفتحوا التلفزيون يقولوا الله ده جايب مدرسه انترناشونال. لا هو مش مدرسه انترناشونال، هو مركز شباب محترم عامل شغل حلو. عشان نشوف قد ايه عندنا في مراكز شباب تطورت جدا، وبشكر طبعا وزاره الشباب على اللي احنا شايفينه ده. انا طبعا بيجي لي هنا، والكلام ده برضو قلته قبل كده، بيجي لي كميه مدارس غير عاديه. مراكز شباب ومنهم مركز شباب سموحه اللي معانا النهارده حصل لهم طفره في كل حاجه، طفره في التدريب، في الالتزام، في اللبس اللي احنا شايفينه. فده مركز شباب مره تانية، فسقفوا لنفسكم عشان انتوا حلوين قوي. هتقعدوا معايا هنا، عارفين هتقعدوا فين؟ ها؟ وبصوا البنات قاعدين حلوين ازاي، يلا اقعدوا جنبهم. يلا. ايوه البنات الحلوه بتقعد ايه؟ وروني البنات الحلوه بيقعدوا قاعدين ازاي؟ يلا. ايوه كده. طب قبل الشو اللي جاي تعالوا لي انتوا كده على بعضكم. لا انتوا خليكم قاعدين لسه. هيجوا عليكم الدور الكبار. تعال بس مش عايزين صوت، مش عايزين صوت. تعالوا بسرعه شويه، انتوا مالكم بطاقه كده؟ هو انت انت منين في اسكندريه؟ من بحري. من بحري وبنحبوه. عارفه الاغنيه دي؟ قوليها وانا هغنيها معاكي. ماشي يلا. من بحري وبنحبوه على ما بنستنوه سهل يا نتو شغال. بحري دي احلى سمك وجمبري. يا بختك. وحضرتك منين؟ من بحري. انتوا ممكن تقف جنب بعض عشان كله يبان. اقفوا صف واحد بس يعني. انتوا ايوه. وانت منين؟ محرم بيه. محرم بيه. انت سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. محرم بيه. بحري. بحري ميامي. ميامي عندكم ايس كريم فظيع عشان عارفاه. منين؟ محرم بيه. محرم بيه ميامي. ميامي سموح. سموحة. محرم بيه. محرم بيه. مندرة. مندرة أنا كنت ساكن فيها. عارفة طاحونة المندرة الأثرية؟ عارفها؟ أنا بقى كنت في العمارة اللي قدامها. تخيلي بقى حتة حلوة أوي. كنت أتمشى كده أروح المنتزه وأنزل أقعد. يا بختكم يا بخت الإسكندرانية. أنتم مشرفين النهاردة يا بنات. استريحوا اتفضلوا. سيبوا الطبل بتاعتكم. كل واحدة من غير طبلتها. أقفوا برضو صف واحد عشان نتعرف على حضراتكم. يلا. يا ام ضحكه جنان انت. تعالي انت منين؟ سموحه. سموحه عندك كام سنه؟ 10 سنين. انا عايزك تفضلي مبتسمه كده على طول عشان ابتسامتك دي ساحره. سموحه صح؟ حضرتك؟ كوبري ابيس. ابيس؟ من فين؟ من فين؟ من فين في اسكندريه؟ لا بجد مش عارفه؟ مش قلتي ابيس دلوقتي؟ قلتي فين؟ من ابيس. عند كوبري ابيس؟ صح كده؟ أنا عارف عنوانك وأنت مش عارفة. وأنت منين؟ سموحة. إيه اللي في كتافك ده؟ مش شمس؟ بتقعدي في الشمس كتير ها؟ بتنزلي بتعرفي تعومي؟ ما بتعرفيش تعومي؟ في اسكندرانية ما تعرفش تعوم؟ لازم تتعلمي. وأنت منين؟ من سموحة. سموحة أهلا بيكي. وحضرتك؟ سموحة. سموحة أنت جميلة. وأنت؟ فليمنج. فليمنج أهلا أهلا. كليوباترا. كليوباترا. سموحة. سموحة. عند مستشفى النزهة. عند مستشفى النزهة؟ دي فين دي؟ بقى عندنا هنا في القاهرة في مستشفى النزهة. فين مستشفى النزهة؟ منين يا من أنهي حي؟ معقولة؟ جنب إيه طيب؟ إيه هو جنب حاجة حلوة وجنب الراجل بتاع خضار. جنب الراجل بتاع الخضار؟ سموحة. سموحة، لازم تبقي عارفة الحي اللي أنت فيه. خلاص؟ يعني وهي مثلا سموحة هي من فين؟ سموحة. سموحة برضه. آه. سيدي جابر. سيدي جابر عند محطة القطر. صح بتسمعي صوت القطر؟ اه. وهو ماشي البيت بيتهز ولا البيت مش بيتهز؟ لا مش بيتهز. طب الحمد لله. وحضرتك؟ سموحة. سموحة، انتوا اغلبيتكم من سموحة؟ منورين، اتفضلوا. تعالوا انتوا. ايوه بشويش. هنقف صف بقى حلو كده وروني. ايوه كده. يلا. كل واحدة هتقول هي منين؟ ها؟ ازيك؟ كويس. يا اختي عليكي. انت منين؟ من سموحة. برضه؟ من فين؟ سموحة. سموحة؟ لا بصي انا عايزك تقوليها زي ما انا هقولها. قولي قولي
سهل. لا دخلي لسانك جوه. بصي بصي اقفلي اسنانك على بعض وقولي ايوه قولي سموحه. سموحه ايوه. كمان مره سموحه. كمان مره سموحه. كمان مره سموحه. انت اسمك ايه؟ تالي. تالي. خلاص احنا كده ايه لما نيجي نقول سين نقفل سنه. سين. قولي سين. 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 سموحه. سموحه. بس كده. انت منين؟ من سموحه برضو. وانت؟ من المندره. ما المندره؟ الحته اللي انا كنت ساكن فيها زمان وقضيت فيها طفولتي. وانا لا وانا سيدي بيرتش على البحر. سيدي بيرتش على البحر؟ ده زحمه قوي. المصيفين بيجوا يزعجوكم؟ اه ما انا عارف. يا الله يكون في عونكم. وحضرتك منين؟ سموحه. سموحه. حضره. الحضره. اهلا اهلا. مش عارفه. لا بجد؟ طب جنب ايه على البحر ورا فين؟ جنب البحر. جنب البحر؟ مش عارفه المنطقه اسمها ايه؟ لا لازم تبقي عارفه. افرضي تهتي هتعملي ايه؟ هتروحي البيت ازاي؟ معرفش. لا لا لازم تبقي عارفه انت ساكنه فين. وانت؟ كبري الناموس. مين؟ كبري الناموس. لا مش كبري الليمون؟ الناموس. الايه؟ الناموس. الناموس. كبري كبري الناموس؟ اوكي. وانت منين؟ الحضره الجديده. الحضره الجديده. برضو انت ما حطيتيش كريم عشان كده قشرتي؟ انت جميله. وانت منين؟ كبري الناموس. كبري الناموس؟ ده جنب ايه كبري الناموس ده؟ عارفه؟ انا مش عارفه فين. فين في اي حته؟ فين فين كبري الناموس؟ عارفين فين؟ جنب سموحه؟ ماشي. انتوا منورين. شكرا. بجد. لبسكم حلو قوي. لفوا كده وانتوا ابعدوا عن بعض ولفوا وروني هيحصل ايه في الفساتين الحلوه دي. الله. تنورة خليكوا لفوا لفوا لغايه ما تقعوا. لف جامد اسرع. ده ما بيقعوش. لفوا 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 اسرع اسرع اسرع. وروني مين اسرع واحده. وروني اسرع. اقفوا بقى اقفوا كله يقف كله يقف. يلا اقعدوا مكانكم. نفس القعدة اللي كنا قاعدينها. طيب نرجع بدون صوت بدون صوت. نرجع مرة تانية لطلائع الفن التعبيري مركز الشباب سموحة. وهنشوف دلوقتي أغنية حلوة قوي وشو حلوة قوي. اتفضلوا اتفضلوا. قمر البلد دي أمارات اسكندرية هيعملوا لنا شو حلو. البنات الكبار ايه اللبس؟ لا اللبس عقدتوني بلبسكم وجماله بصراحة. كل شو أحلى من التاني. مش معقول. أمر البلد دي واللي هيرقصوا مين؟ أمارات اسكندرية؟ مين اللي هيرقصوا مين؟ لعلوا صوتكم. ها؟
بنات اسكندرية. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. تفولهم جامد. حاجة رومانتيكية خالص الشو اللي فات ده. ومرة تانية استنى عشان اتصور معاكم كده وانا ورقة فوق وسطكم. لا خليكم زي ما انتم، اعملوا الفوز، ارفع ايدك. ايوه خدوا لنا تصويرة كده. النهاردة معانا طلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحة بالاسكندرية. بنات مشرفينا ومنوريننا. اقول لهم باي باي، اقول لهم باي باي. شاوروا لهم. شاوروا لهم. ايوه كده. طيب هتقعدوا معانا؟ اه عايزين هتقعدوا فين؟ اتفضلوا. يلا سقفوا لهم تاني. طيب بعد الشو الحلو الرومانتيكي اللي شفناه بقى ده هنهيص كده مع رقصه من الرقصات انا بحبها جدا الحجاله. وشو الحجاله اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا خدوا البوز بتاعكم. اهلا. اهلا. الله على الفساتين البروبرو الله. يلا هنشوف الشو ده. الحجاله ومع طلائع الفنان التعبيري بمركز شباب السموحه. بعد كده فاصل ونرجع نكمل معاهم. خليكم على سمحتوا مزيكا. Thank you.
ارجعوا بقى عشان هتكلم معاكم. الشو من احلى الشوزات اللي شفتها في حياتي. ممكن كلكم تقعدوا على الارض؟ اقعدوا على الارض، انا حاجة اقعد في وسطيكم عشان اتكلم مع بنات اسكندريه شويه. استنوا بقى، ممكن اقعد انا في النص هنا بعد اذنكم؟ ثانك يو. لبسكم يجنن ولابسين لايق عليا عشان لبس الصيف. ها ماتشين جدا. اخباركم ايه يا بنات؟ بصوا بقى، انا عايز القصيرين شويه يجوا قدامي هنا اهوت. ممكن يعني تعالي 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 اقعدوا انتوا، خليكم على كده، والتاني انزلوا بقى تحت، انزلوا بقى لتحت. ايوه كده. ايه الاخبار؟ طيب الشو بقى اللي شفناه دلوقتي الفور سيزون اللي هو الاربع فصول او الفصول الاربعه، شفنا بداناهم بالايه؟ بالخريف. خريف، شتاء، ربيع، صيف. فين اللي كانت لابسه فراشه؟ اهل فراشه. طيب مره تانية برحب طبعا بطلاء الفن التعبير مركز شباب سموحه باسكندريه، عاملين شغل زي ما انتم شايفين عالمي، حاجه شغل مهرجانات حلوه كده يعني، مش مهرجانات اغاني، لا انا قصدي حاجات حلوه. طيب عايز اسالكم حاجه، مين بما ان انتم بداتوا بالخريف، مين بيحب الخريف؟ واحده بس. اسمك ايه؟ لمار. ليه ايه؟ امسكي المايك. ليه بتحبي الخريف؟ عشان هو عشان هو بيبقى ساعة ولا حر قوي ولا ساعة قوي، بيبقى فيه ارواح. ارواح؟ يعني بيبقى ارواح. معلش. روحه حلوة. ايوه انا معاكي بقى، انا بحب، انا اهو انا بحب الخريف وبالذات شهر نوفمبر. سويت نوفمبر. والدنيا تبتدي تمطر عندكم في اسكندريه، والجو يبتدي يبقى حلو، ومش لابسين الصبح بنصيف وبالليل نحط جاكيت. ايوه انا معاكي. طيب بعد كده الشتاء، مين بيحب الشتاء؟ انا برضه. انت كل ده. انا بحب الشتاء. طب الربيع ولا حد؟ الدنيا ربيع والجو بديع. انت اثنين ثلاثه ربيع؟ ربيع. طب صيف؟ على فكره في ناس ما رفعوش ايديهم خالص، في ناس ما رفعوش في ولا فصل. انتوا تبع ايه، كوكب اخر ولا ايه؟ طب ايه احلى حاجه في الصيف؟ المصيف. المصيف. طب اوحش حاجه في الصيف؟ الحر. الحر. طب انا هكلمكم بمنتهى الامانه والصدق، انتوا كاسكندر، انتوا كلكم اسكندرانيه، اكتر حاجه بتزعجكم في الصيف ايه؟ المصيفين. هنعمل فتنه بين المحافظات. لا بس المصيفين برضو انا هقول لكم حاجه، اهو في عيب وفي ميزه. لما المصيفين بيجي عندكم، الميزه ان بيبقى في انتعاش، فالناس بتشتغل، المحلات، الكافيهات، محلات الهدوم، كل ده الدنيا بتبقى زحمه، بس انتوا عندكم من اول شهر 9 الدنيا بتفضى. صح. فالمصيفين اللي بيجوا دول هما بيجوا يشغلوا الدنيا، الدنيا بتشتغل، ودي حاجه مهمه جدا لمحافظه اسكندريه. صح ولا لا؟ طيب بما ان مين اظهر واحده فيكم هنا؟ اظهر واحده برضو؟ لا. انت كام؟ 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 انت كام؟ انا هكمل 13. مين مين 10؟ من 10 سنين؟ 11 سنه؟ 12 سنه؟ كل دول؟ ما فيش هنا 12، هنا 12، 1 2 3. هاتي كده المايك. طيب ومين اكبر واحده؟ مين 19؟ هيثم. 19؟ انت عندك 19 سنه؟ ده انت بتتكلمي بجد؟ انت برج ايه؟ برج الجوزاء. اوكي، عندك 19 سنه؟ للاسف. ازاي يا انت شكلك 14؟ يعني انت في الكليه؟ بتدرسي ايه؟ سياحه وفنادق. قسم ايه؟ دراسات سياحيه. طب بصي بقى، لسه كنت بفكر وانا جاي النهارده اعمل بوست للخرج اللي نجحوا في الثانويه العامه. اولا بقول لكم كده، ما حدش يخش اعلام، حدش يخش اعلام، مش هتلاقوا شغل. خشوا في واحده من الخريف هناك هتعيط. خشوا سياحه وفنادق، خشوا سياحه وفنادق، وخدوا كورسات صيني، الماني، اسباني، اي حاجه غير الانجليزي، طلياني. خلاص
ليه بقى انا بقول سياحه وفنادق؟ عشان احنا ابتدينا السياحه ترجع مصر تاني، واحنا بنشجع السياحه، فهتلاقوا في شغل بسهوله، سواء في الفندقه، في السياحه، في الارشاد. الارشاد والمرشدين انتوا عارفين يعني دي شغلانه حلوه قوي، طول النهار بتشوفوا ناس وكده. وانتوا كلكم انا نفسي يا بنات اسكندريه تخشوا سياحه وفنادق اللي ما دخلش الكليه، بجد انتوا كلكم زي القمر، كلكم ديسنت، هتبقوا سفرة لبلدكم حلوين قوي مع الاجانب. فحاولوا تفكروا في الموضوع ده، بس اهم حاجه يبقى عندكم لغات غير الانجليش وغير الفرنش. عايزين تلياني، عايزين اسباني، عايزين برتغالي، الماني، صيني، روسي، هندي، اللي انتوا عايزينه. خلاص؟ دي حاجه. ايه؟ طب انت قسم ايه قلت لي؟ دراسات سياحيه. اللي هي بتاخدوا فيها ايه بقى؟ لسه في سنه تانية. انا لسه في سنه اولى، داخله تانية باذن الله. تانية دي هتبقي ايه؟ تخصصي؟ لا لسه، هيبقى قدامي سنه كمان اتخصص. هتخصصي في ايه؟ دراسات سياحيه. اوكي. ما انت دلوقتي بتاخدي ايه؟ ايه؟ دلوقتي باخد سياحه وفنادق عام لسه. كل حاجه؟ كل حاجه لسه. بتاخدي فندقه؟ اخدت فندقه. دخلتي المطبخ ولا لسه؟ لا. مفيش مطبخ؟ لا مفيش. في بتاخدوا ايه؟ عايزه في اللي هي الدراسات، في بقى المكاتب الاماميه بقى، الريسبشن، طبعا المكاتب الداخليه، كل حاجه. اوكي. انا اشتغلت في المكاتب الاماميه. انا نفسي اخش قوي بجد. الريسبشن، انت عارفه دي اصعب امسكي المايك، انت عارفه دي اصعب شغلانه؟ هحكي لك قصه. مره كنت في فندق كبير قوي بشتغل ايه في الريسبشن، بسكن الناس. فالمهم في واحده هي كانت من بلد في اسيا بعيده جدا، فنسيت المفتاح. ده الكلام ده سنه ايه؟ 96. ما كانش بقى لسه في كروت، كان في مفاتيح. فنسيت المفتاح جوه الاوضه. هي ما بتعرفش اي لغه غير لغه بلدها، وانا طبعا ما اعرفش لغه بلدها. فجت فعماله تعمل، فقالت لي، راحت عامله لي كده يعني عايزه ورقه وقلم. فجبت لها ورقه وقلم. راحت رسمه ايه؟ سرير وسرير وكومودينو، وفوق الكومودينو رسمت المفتاح. فانا فهمت انها نسيت المفتاح على الكومودينو. بس بقى في مشكله في الفرند، في المكاتب دي، ان دايما النزيل ممكن يتخانق معاكي، بيبقى عصبي، فانت لازم تبقي لطيفه معاه. فاهمه ازاي؟ ما هو المكاتب الاماميه دوت اللي هو قسم الحجوزات بقى، بعيد عن الريسبشن بقى. والله انت مش عايزه ريسبشن؟ لا، الريسبشن خناقات. يعني طيب، عايز اسالكوا سؤال دلوقتي. انا كنت لسه بقول للاداره ان انا احب ان يبقى تبقوا بنات وولاد في الشوهات. انتوا موافقين ولا مش موافقين؟ بصراحه مش حاسس تفتكروا لو الولاد دخلوا عملوا معاكم الشو هيبقى احلى؟ مش شرط. انتوا كده كده محلينه ماشي، بس هيبقى في اختلاف، هيبقى حلو صح؟ اختلاف بس مش كل حاجه. تعالي تعالي قولي بقى. هيبقى فيها اختلاف بس، واحنا كلنا بنات بتبقى احلى كتير يعني، احلى من واحنا معانا اولاد. ليه؟ مش عارفه. تبقوا براحتكم؟ اكيد. عندنا قدرات اكتر، عندنا فلكسبيليتي. استني استني استني، مين قال لك ان الولاد ما عندهمش قدرات وفلكسبيليتي؟ لا، عندنا احنا فلكسبيليتي اكتر من الولاد. مرونه؟ ليه؟ ما انت بتشوفيش الولاد في الجمباز بيعملوا ايه؟ لا هو لا، بس في الباليه مش بيبقى في فلكسبيليتي في الولاد اكتر من البنات. البنات ممكن تبقى الفلكسبيليتي بتاعتها اكتر من الولاد. متعد كده؟ مش شرط. الولاد عندهم هو من حسب جسمه. هو الولاد عندهم فلكسبيليتي فظيعه يعني، والولاد بيعرفوا يعملوا شوهات جامده جدا، خلي بالك. طيب احنا بقى عايزين يبقى في ولاد، عشان احنا عندنا ايه؟ امسك المايك ده كده شويه. الولاد في مصر مش كلهم طبعا، كل منهم معقدين شويه. يقول لك ايه؟ لا الرقص والشوهات واللبس ده بتاع البنات، واللون الروز بتاع البنات، ومش عارف ايه، ولازم الولد يبقى بينزل يطجن كده ويزعق حاجات زي كده. ومش دي، هو الولد الراجل مش بكده خالص. الراجل باحترامه، الراجل ان هو يكون مكتشف ذاته، ان هو بيحترم نفسه بيحترم الاخرين. صح؟ فاحنا مين هنا في مدرسه اولاد وبنات؟ طيب صح؟ انتوا الاولاد اللي معاكم في المدرسه مضايقكم؟ طب انا هسالكم سؤال بقى، سؤال رخم شويه او بايخ شويه. انتوا بنات كلكم حلوين، بتقدروا تمشوا في الشارع براحتكم؟ لا
لا مش في كل مكان حتى لو حد مش بتقدروا تمشوا في الشارع براحتكم. اوكي ليه؟ مضايقات. نوعية الولاد اللي بيضايقوكوا سنهم ايه؟ كل كبير صغير مش حد يسيب حد. قلت ايه؟ مفيش حد يسيب حد في حياتي. شكلنا وحش قوي كده يا رجاله مصر والله. طيب اكيد ممكن ساعات بيبقى فيه تحرش. كله قال بتتصرفوا ازاي؟ وانتوا كلكم اقوياء، انتوا كلكم بنات اقوياء. ممكن تلم... ماشي. بصوا انا عايز اقول حاجه بس للولاد والرجاله، عيب قوي لما يبقى في مجموعه بنات كده، وده في كل البرامج وفي كل حته انا والكلام ده مش اول مره يتقال، ممكن انا البنات الكلام ده قلته مع البنات دي قبل كده نفس المكان. عيب قوي والسياح لما بيجوا بيشتكوا نفس الشكوى. البنت المصريه والست المصريه يا رجاله مصر مش عارفه تمشي في الشارع براحتها. خلاص؟ ده عيب علينا. مفيش حاجه اصلهم بصوا لابسين، انت مالك؟ انت شأنك ايه؟ انت ليك او عايز تتدخل، تدخل جوه بيتك. مع بقى عايز تقول لوالدتك، تقول لاختك، هما بقى شخصيتهم ضعيفه فانت عايز تفرض رايك عليهم، تقول لها البسي كذا وتلبسي جوه بيتك حبيبي. انت بقى سواء راجل كبير شاب طفل مع اهل بيت مع حريم بيتك، عايز تعمل راجل عليهم مع حريم بيتك. ان بنات وستات اللي في الشارع مش تبعك ومش من حقك ولا من شأنك انك تبص لهم اصلا. انت تغض البصر لو انت راجل او طفل محترم. خلاص؟ لابسه بقى نقاب، لابسه حجاب، لابسه كت، لبس مايو، انت مالكش دعوه. عشان انت في الاخر اللي شكلك وحش متحرش. فاهم؟ فانت شكلك وحش. شكل وحش قدام نفسك وقدام البنات والستات اللي هو مش عارفين يمشوا عدل، وان احنا مش عارفين يمشوا عدل، قصدي يعني مش عارفين يمشوا براحتهم في الشارع، هم عادلين غصب عن اي حد. لما يبقى عندنا سياح بيجوا لنا في فضايح في بعض الاماكن بتحصل بسبب البصه والنظره. فين الجدعنه؟ فين الشهامه؟ فين الرجوله في ان انت تسيب البنت او الست ماشيه براحتها؟ انت هتستفاد ايه اصلا لما تبص ولا تلمس واحده؟ انت ايه الافاده اللي هتيجي عند حضرتك غير ان انت اخدت سيئه؟ استفدت ايه؟ اتبسطت يعني انت كده؟ انت هنت نفسك. انت على فكره ما هنتهاش، حتى لو هي ما قدرتش ترد عليك انت برضو ما هنتهاش، انت هنت نفسك وهنت رجاله مصر. خلاص؟ انتوا جمال وانا بحبكم جدا. لما بتيجوا عندنا هنا في 4 شارع شريف بتعملوا لنا الجو من البهجه، والشو اللي انتوا عملتوه دلوقتي ده في كرياتيفيتي وفي ابداع غير ده. فكره مين الشو ده؟ دكتور شريف. هو دكتور شريف ولا مره جالي صح؟ طب بص يا دكتور شريف بقى، انا بسمع عنك كتير. انا هو ولا ايه المره الجايه يا دكتور حضرتك هتيجي معايا، يا اما هقفش وهزعل لو سمحت. عايزين نتعرف عليك، والراجل اللي اللي مخه في هذا الابداع عايزين الناس تشوفه. فانا ببعت لك الف سلام وتحيه. و الشو ده اللي شفناه الفور سيزون اللي هو الاربع فصول بصراحه شيء حلو قوي في تنقيه الموسيقى، الكوريوجرافي اللي اتعمل، الملابس، الشعر، واحلى حاجه ان انتوا من غير ميك اب. افتم؟ ما انتوا قفشتوا عليا في الاول. طبعا انا دخلت لقيتهم ايه مدينها ميك اب بقى وحته حمراء هنا وحتى، بس ما كانش جامد قوي وما كانش وحش يعني بصراحه. انا برضو بقول الحق عشان هم اساسا ذوقهم حلو واللي بيدربهم ذوقهم حلو، فكانوا عاملين حاجه حلوه، بس انا ضد الميك اب يعني ضده. ليه؟ يعني انت قلتي ليه؟ امسكي المايك اعملي كلوز على وشها. لا ليه؟ اعملي كلوز على وشها يا استاذ جوهري لو سمحت. الاستاذه هنا رؤى دي رؤى طارق اهو. ايه شايفه وشك على الشاشه؟ عمر. طب بذمتك انت محتاجه ميك اب؟ لا جميل.
جميلة في الروح وفي الشكل. انا شخص ضد انتوا كلكم ماشي كده كاميرا كده كلوز عليهم كده وهم جنبي كده يمين وشمال كده شوية. امارات الميك اب بيوحش مش بيحلي. انا مش عارف مين قال لكم ان الميك اب ده شيء بيحلي. بصوا شكلكم عامل ازاي. كلكم امارات صح اهو مفيش ميك. خلاص هاتني انا بقى وانا هتلاقوني المذيع الوحيد في اهو. في حاجة؟ ايوه قالوا لنا قبل البرنامج الموضوع. قالوا لكم ايه؟ قالوا لنا ان حضرتك بتحط ميك اب. هو بصوا بس عايز اقول لكم حاجة. هو احترافيا المذيع المحترف المفروض يحط شوية فاونديشن وكريم اساس عشان ما يبقاش بيلمع. وفي بيحطوا ماسكارا وروج وحاجات كده. انا بشوف انا عشان بحب ابقى طبيعي شوية وبحب الناس اللي معايا يبقوا على طبيعتهم فعشان كده انا وبقيتوا صغيرين صح؟ اعملوا كده ضوافركم. بصوا ضوافركم حلوة ازاي اصلا. والله بجد انتوا خليكوا كده. انا عايز اقول لكم حاجة. انا كنت معزوم في فرح من 3 شهور خلاص. احلى عروسة انا كنت شفتها في حياتي. غسلة وشها قمر. غسلة وشها بجد انا بهزرش. ولا حتى ولا اي لاينر. والفرح كان الصبح وعاملة شعرها كيرلي مع فستان كده لذيذ وفي ورد كده طاير قمر. في ساعات انا بروح افراح العروسه نازله هي فين العروسه؟ يقول لهم لا ما هي كان شكلها غير كده اصلا. صح؟ فانتوا كلكم ولا واحده فيكم محتاجه تعمل ميك اب. انتوا كلكم خليكم كده. هي هناك موافقين ولا الكبار ايه؟ موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين؟ وانتوا مدربين؟ شوفي دي مش موافقة. شطرة شطارة غير طبيعية غير منطقية في شطارتها. فاحنا عايزين بعد كده الميك اب تحطوا بقى ايه مناسبة كبيرة بس هقوله ان انتوا ما تفكروش فيه اصلا عشان انتوا حلوين من جوه قبل بره صح؟ تعرفوا بقى بصوت عالي تقولوا ناخد كلكم يا اللي ورا سامعيني؟ هناخد فاصل كلنا مع بعض. بقول لكم ايه؟ تعالوا كلكم وراهم هنا وانتوا تعالوا كلكم وراهم هنا. تعالي اللي جوه ايه اللي جوه ماشي ايه الحلاوه دي يا الله. تعالوا يلا استنوا بس هنقول حاجه. بصوا اللي هقوله لكم هتقولوه. اول حاجه هنقول ايه بصوت عالي؟ مركز شباب سموحه. مركز شباب سموحه. لا اعلى. على مركز شباب سموحة. معاكم في 4 شارع شريف. كلها على بعض بقى. مركز شباب سموحة معاكم في 4 شارع شريف. مركز شباب سموحة مع بعضيكم كمان مرة يلا. عايزين فاصل ولا تخليكم كده شويه؟ لا فاصل. فاصل؟ اه. تدفعوا كام؟ عايزين ايه؟ عايزين وانتوا قعدتوا مع نفسكم كده لوحدكم انتوا الثلاثه؟ تعالوا قربوا هنا شويه. تعالوا اقعدوا اهو. بصوا قدام بالبرانيت دي. انتوا شرفتوني نورتوني. فاضل لنا كده شوهين هنشوفهم بعد الفاصل بصوت عالي بقى. طب تعرفوا زغرته؟ زغرته. إسراء هترفدكوا. يلا فاصل بصوت عالي. فاصل. شكرا.
برافو 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 يا بنات يا حلوي يا بنات اسكندرية أشكركم. ممكن تخلص نزل ايديك بقى، ممكن تقفوا هنا بليز اوكي في الناحية دي. طيب النهارده كان معانا طلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحه، وطبعا مش اول مره ولا اخر مره يكونوا معانا في 14 شارع الشريف، وكل مره بيبهروني بشهات كلها احلام بعض والتزام وكل ما عندهمش غلطه في اي حاجه في الحقيقه. ففي ناس كتير قوي لازم اشكرهم ورا الشغل الحلو المحترف ده. هبتدي كده الشكر بدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضه باسكندريه، ودكتور شريف الجندي المدير الفني للفريق. المره الجايه يا دكتور شريف لازم تيجي معاهم من فضلك. مجلس اداره مركز شباب سموحه برئاسه كابتن عبد العظيم الشعراوي واستاذ باسم صبري امين الصندوق. كمان برحب بقى بكابتن اسراء الحواش مديره الفريق. إسراء شخصية قوية جدا بجد مش هزار، ما بتهزرش وبتعمل كل حاجة بإتقان غير. أنت عندك كام سنة؟ 26. دي دارسة إيه؟ هندسة كمبيوتر. وإيه دخلك في الحاجات دي؟ ما من وأنا صغيرة بتمرن. شاطرة 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 شاطرة، بحييكي على المجهود الغير عادي. كمان معانا مريم أختك؟ معانا كابتن مريم الحواش، اتفضلي. لابسين زي بعض؟ وكمان معانا جيداء فرح ميسرة سلمى، وطبعا انتوا شفتوهم في بعض الاستعراضات، بنات شاطرين قوي 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 قوي، بحييهم تحية خاصة جدا. برحب كمان بأستاذة ماجدة حافظ المسؤول الفني للفريق. بتشرفيني بتشرفيني وبتنوريني بجد، اهلا وسهلا بيكي. بنشكر كمان مدام علا جعفر مصممة الازياء، شكر كبير قوي. يعني مدام علا انت فنانه، ما كل الحاجات كل اللبس كله احلى من بعضه. شكر كمان لاستاذه نرمين الغامدي اشراف عام، وشكر كبير قوي لاستاذه مروه السعيد تنسيق اعلامي، ومبروك لبنتك في الثانويه العامه. هي مين؟ كينزي. وما دخلتش ليه؟ خشي معاهم بقى، خشي معاهم يا كينزي، خشي وانت تعالي برضه، تعالي تعالي. ايوه هي ايوه تعالي، مش كنت معاهم في الشو؟ خشي، لازم ننهي معاكم كلكم. انا كده ما نسيناش حد صح؟ كله تمام. شرفتونا ونورتونا وبتعملوا مجهود غير عادي وشياكه غير عاديه. يعني يعني مطلعين منظر على الشاشه، وشاشتنا شاشه مصريه، ان يبقى مركز شباب تابع لوزاره الشباب بيطلع الشغل الراقي ده. الف سلامه وتحيه ليكم، شرفتوني، اتفضلوا اهلا وسهلا. ميرسي. طيب النهارده نعدل دي عشان انا اعرف اشتغل، لان لو معوجه كده مش هعرف اشتغل. اوكي. ايه الحلاوه دي؟ تقفوا لنفسكم قوي بجد، جامد جامد جامد، شرفتوني ونورتوني، عملتوا شغل راقي، وانتوا بنات كلكم حلو، وبحيي كل اهاليكم ان هم ادوا لكم الفرصه ان انتوا تعبروا عن نفسكم من خلال الفن الحلو اللي انتوا بتعملوه. ميرسي ليكم، سقفوا لنفسكم. طيب دلوقتي هننهي مع طلائع الفن التعبيري بمركز شباب سموحه، واخر عرض هنشوفه دلوقتي معاهم، واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا، شكرا ليكم، باي باي مزيكا.